وش عمل المجرم؟ نزل وقف سيارته وقتل الناس بالنيل. خاف وقال لهم 50 فار. ايه مجرمين سيارتهم حمراء. ايه استمش من الطريق. مو اللي يرمي شاك. استغفر الله العظيم. يا لا لا وردي جناني جنين لو الحق المجرمين يا حمد الحقهم اقبض عليهم. انت بيفلتهم بين ايدك. لازم ياخذوا جزاهم الرادع ويكونوا عبرة للآخرين. هي مش فوضى ولعبة صح؟ زي عندنا احنا عندنا فوضى ولعبة. هذا ما فيش عندهم يوم مرحميني. هذولا عندهم يوم مرحميني ما في. اما احنا عندنا بعض الدول العربية المحترمات الحقوا الحقوا هذا المجرم. لا مش هذا. ذمك السير حمرا السير حمرا. ما مش هذا. ايه فجأوا لك خلق الله. الشرطة ما تصدمش الناس. تصدم لا خلق الله. جاك جاك ما الحساب الشيء هذا. انت شرطة قدوة وتصدم صاحبك. ها ما يصلح. ليش تستحق اللعبة واطي؟ ارفعه! يا ابني ما تجيش تصدم خلق الله. مش الطارف تصدمه. خلاص وينها؟ هنا؟ ايه امسكهم امسكهم. بالخريطة مثلا. ايوه ثم 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 لف يمين لف. بعدهم بعدهم لا تفكر لهمش لا تفجعهم بيونا شهربهم الشرطة. هيا سكهم سكهم ريك. اذم 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 رجع 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 ولا لا لا ذوكم يلا السيارة خضر هذي. لا ها السيارة حمراء يا هم هذا المجرمين بعدهم لف بعدهم. بلغ بلغ يا عمليات يا عمليات يا عملية 37 يا عملية 30. العدو محاصر العدو محاصر. الشرطة القوية نضرب لها تحية. الشرطة القوية نضرب لها تحية. ايوه هذه الشرطة القوية. مسكهم كفو والله كفو.